بيعاني، محمد صلاح بيعاني مع ليفربول، وليفربول نفسه بيعاني السنه دي. واضح كده ان هو محمد صلاح زادت بوجود هالاند طبعا في صراع الهداف. فكره ان خلاص خلي بالك احنا كمان جماهير ليفربول دايما شايفه السنين اللي فاتت صلاح هو بينافس على هداف الدوري حتى لو ما خدهاش فهو موجود، لكن الراجل ده فارق في حته. سمعتني انا بقول ان احنا نعمل جايزه افضل لاعب في الدوريات العالميه او الاوروبيه الخمسه في الشهر، هالاند حسمها الشهر ده واتعمل دي تبقى حلوه برضه. طبعا هالاند على راي واحد صاحبي هيفنش السيزون ده 150 جول. 150 جون. عايز اعمل السؤال ده. ايه قالوا السؤال 150 تفتكر هالاند هينهي الموسم بكام جول؟ اصل 14 جون في 8 ماتشات وبعدين هاتريك في هاتريك في هاتريك يعني ثلاثه هاتريك مش طبيعي والله، مش طبيعي. انسان قال خلي بالك هو اللي كان ينقص مانشستر سيتي هي المنطقه دي او اسلوب اللعب ده كمان، على الرغم اسلوب اللعب بتاع الراجل ده. انا هعقب في النقطه دي، بس انت كنت عايز تقول على الرغم. على الرغم من ان طريقته هي عكس فلسفه يورجن في كل جوارديولا في كل الاوقات اللي جوارديولا درب فيها اي فرقه. بس خلي بالك جوارديولا بيعتمد دايما كان موجود لما كان ابراهيموفيتش موجود، صح؟ نعم جوارديولا كان موجود لما كان مش بعد سنه كان هو عايز يعمل النقطه دي من بدري في بنفس الاسلوب اللي حصل مع هالاند. 2009 جوارديولا مسك 2008 2009 مشى صامويل اتو، ايوه ما 2010 مشى ابراهيموفيتش. جوارديولا دايما وجاب بداله مين؟ جاب بداله اللعيبه اللي بتلعب بنفس فلسفته اللي هي الفولس ناين، استحواذ انا ما عنديش مهاجم صريح، انا عندي استحواذ في نص الملعب وفولس ناين يخلي الاطراف بتوعي يدخلوا. الدوري الاسباني برضه مختلف عن الدوري الانجليزي 100%، بس بالتأكيد. هو عمل كده حتى مع بايرن ميونخ اللي هم المدرسه بتاعتهم واضحه جدا. موهبه هالاند فرضت على بيب جوارديولا ان هو يلعبه، وحتى التصريحات بتاعه هو اعترف ده في تصريحاته فعلا بالظبط بتاكد ان هو عكس فلسفه هالاند، صحيح عكس فلسفه جوارديولا. لما يطلع يقول لك انا ماليش دعوه انا هلمس الكره كام مره، انا مش بتاع استحواذ والكلام ده، انا ماليش دعوه انا هلمس الكره كام مره بس الكره اللي هلمسها هتيجي جون، صح. انا مش بتاع استحواذ، انا مهاجم منطقه اديني كره هدخلها. هي دي ما ينقص الدوري المصري بقى يعني الفكر ده 100% يعني انا حتى الان يعني مش شايف، وللاسف برضه يعني خلي بالك انا هتحول للدوري المصري في النقطه دي. كان في عماد متعب بالظبط، بلال، فلافيو، عبد الحليم علي، جمال حمزه، يعني مجموعه اللعيبه اللي هي عارفه طريقها للجول وتمركزها جوه ال 18. دلوقتي صعب قوي، صعب انك تلاقي الحته دي، صحيح. هو الراجل عارف امكانياته وعارف هو فين وبيقف فين وبيتحرك تحركات مش طبيعي، مش طبيعي. وده مش انتقاص من فوق كده عبد الحميد، الوضع بالنسبه لتحركات الراجل ده رهيب، مش طبيعي. وده مش انتقاص يعني من هو المصطلح البسيط لفيرويد ده النموذج، الناس اللي عايزه تعرف النموذج بتاع الفيرويد تتفرج على اهو يا اولاد تعالوا كده اتفرجوا على ده. هو ده مهاجم زي لازم فعلا فراوده لو هم يعني لازم تقعد تتفرج على اللعيب ده، صحيح. ده مش انتقاص طبعا من الاستحواذ، لانه او من المدربين اللي بيلعبوا فلسفه الاستحواذ لانه كان عندك مانويل جوزيه كان بيلعب على فلسفه الاستحواذ، ولكن في النهايه كان عارف لما الكوره هتخش المنطقه هنجيبها جون ازاي. صحيح. مشكله الدوري المصري ان هم خدوا الحته بتاعه الاستحواذ من غير ما ياخدوا اهم حته فيها. مشكله مثلا تروح فين بعد كده بعد خلص هتعمل ايه بالظبط كده. زي بيتسو موسيماني اللي انا ما زلت بدافع عنه وبقول انه رحيله كان خطا وكل الكلام ده، ولكن في الاونه الاخيره مع الاهلي كان عنده المشكله دي، استحواذ استحواذ استحواذ. طب وبعدين المرحله اللي بعدين بنوصل لقدام ما عندناش اي حلول هجوميه. فدي كانت المشكله. بس لو عرفت توفق، ودي المعادله الصعبه، لو عرفت توفق ازاي تعمل استحواذ وتلعب الكره الجماليه في نفس الوقت ازاي تجيب جوان عشان تكسب انت مانويل جوزيه. طيب قبل ما تتكلم عن ليفربول عندك تعليق على هالاند كنت عايز تقوله؟ كنت عايز اقوله هو ربما الناس ممكن تنتقده لو خدته يعني من ظاهره، هو اضافه هالاند للسيتي ما بتوازيش القوه الكبيره. يعني هو هالاند لوحده وبالاهداف اللي عاملها وبالثلاثه هاتريك وبالارقام اللي احنا كلنا نعترف بيها، بس هو السيتي يعني السيتي ما قبل هالاند كان بيعمل ايه؟ برضه كان بياخد دوري وبيحقق نتائج ايجابيه وبيوصل وبيوصل الارقام دي كلها، يمكن مش بالبراعه بتاعت ده، بس كان بيرمي اي حد لما كان محرز بينزل بيجيب، جوندوجان يجيب، دي بروين يجيب، اي حد هيرميه هيجيب. زي ما خالد قال لك انا عندي كده كده استحواذ وعندي هوصل اي حد بقى بيعمل، بس انا دلوقتي بقى عندي قناعه ان في رقم واحد بيخلص ده كله، على عكس اللي انا شايفه ليفاندوفسكي لما راح برشلونه اضاف للفرقه، يعني حقق اضافه كبيره وملحوظه لفرقه برشلونه. صحيح. اتخيل ممكن يبني عليها تشافي في الفتره اللي جايه عشان يعيد تاني من جديد امجاد برشلونه. خالد